ما نسيت ان لازمك انت تحكي باش نبني عليك، فهمت كيفاش ولا؟ اي سيدي اليوم مش فاهم توا جاتني تذكرت حاجه. مش فاهم حاجه يا اخي، نورمال الاكسيدونات تاع الترنات ضابطين الترنات تدخل في بعضهم؟ والله ماهوش نورمال، هو كان يا اخي السيد وزير النقل مازال راقد ما قامش. والله شيء اش باش نقول لك، توا معناتها في ظرف شهر تقريبا هذوما ثلاثة حوادث تاع قطار، مع قطار خفيف مترو، مع مترو سون كومونتير. هو الحمد لله من ألطف الله البارح مجرد إصابات، معناتها إصابات جروح. اليوم قال واحد اليوم يهبطوا في موزايك، أما العدد ماهوش شوية حتى طرف، يعني 49 إصابة ماهيش شوية حتى طرف، وثالث إصابة وما ناخذوا حتى موقف، وما سمعنا بحتى إقالة، وما سمعنا بحتى تحميل مسؤوليات، وما سمعنا بحتى محاسبة. هذا الاختيار نتصور والله هو الأكثر. إذا شوف فما تحميل مسؤوليات صحيح، بون إيه فقرتك أنا جايين باش ما ندخلوش في الموضوع. بالعكس اللي تريزنترسون سو هيستوار دونك فما تحميل مسؤوليات، هذه حاجه معناتها اكيده جدا. لكن زاد فما اجراءات مهمه اليوم كي به انا اقلنا مدير ولا اقلنا مسؤول وغيره. تشوف الكياسات اليوم مع سكه الترات تشق الكياسات في قلب المدينه، المره الاخرى في تاكسي في سوسه في سكه نتاع جوهره هبطوا لي دو بارير قعدوا تكوانسي وغادي، العباد واقفه يستناو في التران تقريبا ربع ساعه ولا اكثر وما فماش تران، فما جوست الخطر هي واقفه. فما فاز اخرى صارت في باردو، زربيه طاحت على خيوط الكورونا تعدي للمترو ولا وقف المترو. دونك يلزم بالحق اجراءات ميدانيه، يلزم نشوفوا حل للتقاطع ما بين الطرق تاعنا. اي سيدي انا عندي حل. هاي هذا الحل. شكون عمل السكك نتاع التران لسان سيفتاش؟ اللي راي شكون عملهم؟ الفرنسيس. الفرنسيس. عاودوا احتلونا خويا. رجلنا ما تسمعوش ما تسمعوش. مش فاهم راني مش فاهم. خليك ماكش فاهم. لا سيدي نمشيو الموضوع نمرو دو. اي سيدي اليوم مش نحكي لكم على ارشيتكت صيني. الارشيتكت هذا ما شاركش في دليلك ملك نتاع الصين وما ربحش 50 دينار. كما واحد نعرفه. توا احنا تبيبس الفارغين لي بوتي. شنو نجمو نعملو بهم في تونس؟ نعبيو فيهم الماء. مثلا شنو نجمو نعملو بهم اخر؟ نملحو فيهم الزيتون. اما اللي حجلتك ان شاء الله سير شنو نجم نعمل بهم اخر؟ فما شكون لي بوتي معناها حتى يغرس فيهم حاجات. اقسم بالله قلت لك ما يغصر في مخ. فما حاجه اخرى مهمه جدا، الدبابس يصلح لحاجه واحده. لوحهم في الكياس في البحر في الشط وبارتو. نظره استشرف فيا قوية من عند دوال. اي سيدي فما واحد اسمه ليرونينجون. حسب رايك من الاسم نتاعو واش تنجم يكون؟ جنيور. نجم يكون جن. جن يا معلم والصيني، جن صيني هذا. ايوه. بنا مكتبة ببليوتيك فيها ديزيتاج ثلاثة شو تقول انت تماس؟ إطاقات ثلاثة إطاقات بدبابس الفارغة. شوف السيد شعمل بيم السيد بابس كبر المكتبة 27 متر مربع، حصيلة تكلفت له حسب رايكم قداش؟ طيب انت كنت تعمل لك بيت 27 متر مربع يعني 4 × 5.5 كمثلا قداش تكلف لك؟ متر وفين يقولون احنا بمليون ونص ولا قديش قلنا 27 متر تكلفك 27 مليون حسبه حاصله السيد هذا تكلفت له 110 دولار كهو في الدبابس الفارغين وخرج فيها منظر في ارض يعني. ما تمسيبه ولا في داره ولا وين؟ في داره في جنين البرة جنين هاي اقسم بالله خرج فيها منظر مش منظر نعمار منظر واحد اخر خرج فيها منظر يعمل كيف استيتيك ما مزيانه فهمتني؟ انك مش فاهم نحب نقول لكم ان التونسي يسمع الحكايات ويفهم. اي ما فهمتش ببيوتيك ليلو هو للعباد شنو؟ ليلو هو يمشي يطلع فيه يقرا فيه قصه الثعلب والطبل فهمتني؟ لشيف دو مسيو تيموس فهمتني؟ لافاج دو مسيو مكرون هكا يطلع مزيانه مشروع تحفون برشا يعني من الاخر اللي ما يحبش يقعد بطل ما يقعدش الا متبابس لا ينجم يعمل انوفاسيون تاع اي فكره يخرج منها حكايه مزيانه برشا. نعم ربحها ستين اولا لما دبابس هذوكم اللي ينجموا يضر المحيط قبل ما حاجه تصلح له هو بالضبط احنا لمو دبابس ولا نقرا ولا نعملوا حاجه تصلح اللي هو اصيل الحاجه الاساسيه اللي تصلح اللي هو يقرا زاد جن هو قال لك شو اسمه؟ جن لو جنين هذا مش فاهم